نعم سعدو، هذا حق واجب. عم بيقولنا من دبنا ولحم، بس ايش اقول؟ كل اللي اقوله هي دق الجبان يا عم. احسنت مسعود، ناكر نعمه وجان وجبان وخسيس. كافي عاد مكلف، كافي. وصل واجبكم وليدي، وصل. أنا أشكركم الحقيقة، بس فلوس ما أريد. ليش؟ مطلوب محنة، هذا حق لأخونا. حقوق ابن، أنا متنازل عنها وليدي. أنا أشكركم والله وياكم. أشوف تحكيها بنفس زعلان عمي، كأنه إحنا سبب موته. الله أعلم بسبب موته ابني، الله أعلم. إن كان أنتو سبب موته فأنتو كسرتوا واحد من جناحاتكم. حمدي ابن عمكم، والدم اللي انهار على القاع مو هين عليكم. إيه الله يعوض. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فاتحة يلا يا جماعة. اسلام، ليش كتب؟ عندي فايدة كل نقضي إلى مصلحة أبوي. الله أعلم. البضاعة لازم توصل محفوظة بالجرايد، مو صحيح؟ بس حمدي راح. عفا عليك أبو باهر، إحنا رجالك ما يمنعنا عار. إيش قد أخاف من مسكنتك؟ جندلوه عند الفلاوي، جابوا عنا حصان وابوه انصاب حزن والناس كلها تقرا فاتحه. لا تطب، لا تطلع، لا تروح، لا تجي. كمولي البلاوي تحوم والناس كلها تحكي بيك وبيها وبيا. عندك خبز؟ ماكو خبز. سامع اليوم؟ لا تقول للسوق. قال ترى جوي احنا ابو قرجيه يستحلفون. قالوا له يعني ايديهم بعد هي رطبه من دم الولد ويقولوا له فاتحه. شايف هيك فلك؟ شايف هيك فلك؟ هاي قمر بتقنزه وانزع الله ذبها بمقبج. يعني ما خلت عينها على واحد اذا ما انتصف عمره. كمولي انا ترى كل شيء خاف عليك. يعني عندك خبز؟ اشوف اقول لك شو، انت مسافر. زين بعد اذا ما عندك خبز اعطيني خبز عروق. تعال زين. وجاي بالاحتيال وتهريب بضائع ممنوع الاتجار بها برا. شدوا شغل. اظن واجبكم تكشفوهم. انا بريء من المجرم ايا كان، ابني ولا ولد اخوي. جورجين انا مثل اختي، شو ما بتحقدين علي؟ والحقد يا ابني مثبت عني. حمدي راح. حمدي طول عمره شايل الوراه ومفتر على الجبال. عند المره حاجه وبس، حاجه وقت الراحه ومنها يطلع للجبل. قرجيه حمدي تزوج بس عافت لهذا السبب. انت لو مطيت نفس مره واحده كانت بعض الوجه لو صعدت الشمس.
بس انت كرهتي، انت بوعتينا اخويا الاساس نفر من انفار اخوتك. قاتل ماجور، حمايه النجار، دليل تجارتكم. بوعتينا من عالي شوفت بنت الاغوات، واحد ما لقي حتى وهو ابن عمك. ابدا لا بد نفس المهم. أنا مو ظالمة، أنا هم ظلمت، ظلمت ويا زلام ربهم أبويا والوقت علي، أنا أكثر من أخوك من حوسة حظي. الحاصل اللوم ما في، منو مظلوم؟ مين؟ أنت يا حقك، ما شفتي من عمر شي. ايدي والهوى بهذا البيت المبني فوق التل. سجيني سجيني تبي واحدة تدير فندق وانت اسلم. حاصل هذه بضاعتنا بسعرين وشوف يا دوبك يا بابا يعرف مصيره اللي يخرب بيتي يا عاد. انا من رايي لو نركز على تراث الموصل هوايه افضل من اصوات شاب. احياء التراث واجب، لو يجيني الصوت مثل اي صوت لمطرب معاصر، اداء وتنظيم ممتاز لاغنيه معاصره اعوفه. أستاذ ناصر الله يخليك، تراثنا راح يندفع. أخذ هسه مثلا المقام العراقي، منو بقى من أساتذته وقراء الكبار حتى الجيل اللي إجا بعد. نعم صح، سجل حضور بس ما قدروا يوصلون إلى مستوى لا القبنشي ولا يوسف عمر ولا الفحام ولا عبد الرحمن خضر ولا ناظم الغزالي. أستاذ ناصر أخطائنا اللي صارت في بغداد أرجوك ما نريد نعيدها بنا. لا بأس، اهتموا بتراث الموصل، لكن للمواهب مجالات أيا كانت. طلب الغن دخل نوصل الموصل وأك. الله كريم. الله كريم. مخلد خاتون من قتل حمدي. خاتون علينا علمك. شوف مخلف، انت واهل بيتك اخذتوا من هذا البيت الزاد والرعايه والاهتمام والزاد حبته والعشره حرمتها. من هو؟ اسال اللي لك معبدكم اللي امنتوه على حلالكم وحرمه بيتكم. مخلف انا ما اريد احل الغاز. حمدي لقوا بوادي الشب، وهذا الوادي ما يدخله غيرك وغير مسعود ورجالنا. حمدي محبوب من اهل التجاره، واللي قتله طامع بشي. وصلت لنا صوت لك خاتون. فرحين لابو ظاهر لوحدك؟ قمر نسختيها؟ ها؟
خليت الناس تنهش جهودنا. الناس مثل مجرى اللحم قريب. رجع للبيت. ليش؟ تذكر بجلاب الصيد اللي يخرب لك البضاعة على الحدود؟ تقدر تقولي ليش ما تحمديه؟ سألي المغني. مسكين المغني. سووا شماعة تعلقون عليها أخطاءكم. وجاب الناس طمعانة بجلابكم وجاهكم وأموالكم. وقال لي ولا أخوك اللي بدي أقول لك بسبب يشيل الناس. ما ذكر بالرسالة. ما خذ عقلك. هو عقله بعيد. عرف وضعه وجر نفسه. وانت بعد شراك براسك. ماما كمال ابن خالتي اللح. يعني اذا احبه او اريده مو عيب. ايش ما يريد يسوي؟ خليه يبتعد يروح يجي. نبقى بعضنا. تعودت عيني على ايدين مفتوحه وتعودت على مواضع محبين ومسعود منها. من يقول انا عندي شغل ما وصل رايح راجع مره ثانيه. سلام.
مرحبا. اهلا وسهلا. لو سمحت استاذ ناصر موجود؟ والله عنده لجنه. زين استاذ هم عنده لجنه. حضرتك جاي الاختبار؟ لا انا احد طلاب مو جاي. ايه تفضل من هون وبعدين على ايدك اليمين. شكرا. يا مرحبا. عيون حراج قول شوك تنتلاج بدوار حزن عيونك خايف لا يحزوني عيني وياما للهوى وعشاقه وليش وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو مرة خلي نطول العشرة قلب من الألم يبرى عيني ويابا للهوى عشاقة عافية يا ابني. ابني صوتك حلو بس الراد لك تمارين حنجرة كثيرة. توضح شوية مخارج الحروف اللي عندك صار ادغام بيها. عليك بالتمرين واوصيك بالتمرين وذكر واتمنى لك مستقبل. شكرا وليدي. اسمك بالخير؟ طارق. ابراهيم. طارق. لو تتمدد. شكرا بابا. الهاوي عادل لطيف. كمان. اهلا. تفضل يا منى. عادل لطيف. هلا بابا هلا. هلا وليدي. سريع. أبو خير. أبو خير. أبو خير كمان. أبو خير عين. عادل إيش راح تقدم لنا ابني؟ أغنية مستوية. عفوا. تفضل. تسمع العود أول مرة يعزف وبعدين تدخل انت. كم يردلي سمرة قتلتيني خافي من رب السماء وحدي لا تخليني بثوا على بابها عم تنقش الوردي راس برتو من ذهب وبرسمو هندي أدعي من رب السماء ليلة غدا عندي وفرش فراش الهنا وحني إيدي كم يردلي سمرة قتلتيني خافي من رب السماء وحدي لا تخلاني. وليدي عادل عندك صوت حلو بس في واحد انا لاحظت عليك انه عندك تطلع عن الايقاع تسرع مره ومره تطلع فغتلك يعني تركز اذنك موسيقيه تركز على الايقاع وتمشي وياه يعني لا تسرع ولا تطلع
يعني الالحان تجي لازم تتطبق وياها بالغناء والاداء هيكي واصل تمارينك وبعد مده اسبوع ان شاء الله تعود لنا ونشوف تقدم مالك شلون صار يلا بابا يراد لك تتمرن شو تقول استاذ خليل تتمرن اكثر إيه؟ حتى ينضج صوتك اكثر ينضج حتى تلطش الالحان اكثر احد بقى ما اختبر من الاخوان طيب اخوان تفضل شكرا هذا جيت شوية أسمع يعني مشتغل هذول الحلوين نحتضنهم إن شاء الله اللي يطلع منهم الجيد يطلع واللي ما يطلع يعني هو لازم ما يطلع شلونك أنت؟ مشتغل كسان سمعت لقاءكم بالراديو قلت لازم أجيكم حزن حظك أنا تسمحوا لي يا تفضل عيني أنا فعلا فكرت بيك قلت شلون أشوف الكمال حتى أحاكي هيئ نفسك للبرنامج سيد مو قبل ما تسمع اللحن الجديد يعني لحن وكلمات مضبوطة ايش تعرف سميلك سيد والكلام الفهم الديواني الديواني؟ ديواني. جيد جيد بس شوية سيد نقحت الكلمات عند بعض الفضلات شوية شربت ودخلت المكان إن شاء الله جديدة ومفتقتكم أكثر وضبطت اللحن إن شاء الله يعجبك بارك الله بك إن شاء الله إذا صار خير أنا أضيف لك الديواني بنفسه ويعرف عنوان سيد ومنطيل خريطة مع القرية كاملة يتوقع قابل الجزر وأقوار أنا أستأذن الليدي خارج يا الله سيد كمال تعال تفضل يمي هنا اهلا كمولي عفوا مدام انت عامل بسوق شكرا من اهلي عفوا قمر خان اسفين احنا والمحل قدامكم حسبي علينا رجوج تحياتنا للأستاذ نجاد والأستاذ فؤاد احنا بالخدمة اهلا بيك الحكي بيناتنا لا هذا البرنامج يفيدك ولا هاللقاء انت مكانك محدود مكاني سر وين مكاني اشو انت كل شيء بيدك وتقدر تقدمني الإذاعة وتقولهم هذا موهوب وانت نفسك معترف بكفاءتي موهبتي سر بس وين وشو كنت راح تقول كمال تعال خذ هذه فرصتك كمال اريدك تنضج اكثر يعني شو كنت لا تستعجل لا تستعجل كمال حبيبي ترى العجلة دائما تؤدي إلى نتائج مطيبة يعني أنت تريد تصير مثل دول الموهوبين اللي طلعت لهم أغنية أغنيتين وبعدين راح لمعانهم أنت تريد تصير مثل دول بنات لعيبة قدمت ثياب الامتحان وقلت كمال لا تقلد هاي شنو منك كمال يعني قصدك انا هذا اللحن هاي شنو الحكي انا خليل ابو نغم ياخذ الحان من طلابه لا 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 كمال هذه ما مقبوله مني انا ابدا ما اعرف زين عوفل هذا عوفل اسمعك غير لحن بس على شرط أخاف تسمع هذا اللحن ناطي واحد من المطربين مو تقعد وتقول يا أستاذ خليل اطمئن أستاذ اطمئن أنا تعودت على الفن بعدين عندي لحن لك جديد من نرجع لبغداد راح أسجلك الله كريم سال المهم الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله تفتحون بالموصل وأنا راح أسمعك بالسهرة التراثية لحن
راح يعجبك الرايم. لحن جديد؟ جديد. ان شاء الله نلتقي. هلا بكم. أهلا 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 اللجنة تقرأها وتشوف صلاحيتها وتدز الخبر. قل لي عنوانك كاتبة. نعم أستاذ كاتبة. أستاذ بس سبق أن أرسلت أكثر من قصيدة قصيدة ما عرفت النتيجة. خلاص خلاص نكتب يقروها وشوفون صلاحيتها وإن شاء الله هالمرة يوصلوا لك الخبر. شكرا أستاذ. يا أهلا بي. أهلا أستاذ. تريد تصير مثل هذا الشاعر؟ شاعر من يقول موهوب؟ يا معود هذا لو موهوب كان برز من زمان. الذهب ما يراد لنا قاوة. بس أكو ذهب جو الفرنسان. نطلع لازم يجي له يوم يطلع كمان. الذهب ذهب ولازم يجي يوم يطلع. شنو؟ شعر. أنا أدري شعر. شعرك هو؟ نعم شعر. بتقلد؟ قلد مين؟ بالعكس شعرك أكثر من جيد. أقدر أحفظ بيهم؟ تقدر كل سنة. تنطيني عنوانك وأنطيك عنواني. يصير خير إن شاء الله. الو جاوب بابا جاوب. الو تقدر تغمض عينك؟ اغمض عيني؟ تغمض عينك. قول لي ايش غابت عني ساعة؟ ايش عندها؟ ايش عندي؟ ايش فكرت؟ فتحت عيوني؟ ما جاوبتني. يعني تزورين اقارب تشترين حاجة ولو دا احس انه انت اشتريتيها فعلا. فتح عينك. أكيد غالي. لا يغلى عليك شيء. أنت أغلى من ذهب الدنيا كلها. هذا الوضع ما يمسكت عليه. فؤاد طفيت عيني أختك من بين أنا ما موجود. فطغت. أختك طغت وشوهت سمعتنا. سمعتنا أنت مليارة. بس هي اختنقت هنا وسالفة حمدي جت بالنص. لا. تطلع ضيع هذا المعلم. اقتلها. شلون اقتل الجهد؟ معناته نسوي من اشاعه حقيقيه. لا احكي لي. تبي تطلع ويا هذا المعلم؟ وين تروح ويا هذا المعلم؟ احكي. والله ما ادري يا ابو ما ادري. احكي. هي ممكن مره تطلع السياره ثاني ايش بدريني؟ مو قال لي. قال لي مسعود بس انا ما سمحت له. مسعود طمع ويترحم. ايش؟ ولا كلمه. مسعود واحد من خدمتنا.
لا جمال موهوب وانت اعترفت ألف مرة الآن. اي صح يعني انا شنو بس ما عم تشجعها حتى لا تطلع عينه. اريده بعد ينضج اكثر من يعني تدري هيك نوعية بس ينجح له عمل عملين يوم الثاني يعوف الشغلة الأساسية مالته اللي بالتعليم ويتهي لي يقوم يغني بالملاهي. أعرفك كمال مو من هذا النوع. أنت ما تعرفه أنت ما تعرفه. أنت شفت ذاك اليوم من الطش اللحن مالي بالحفلة. هيا با هيجي. على كل أني هواية سعيد ومتفائل بأنه لحنت الشباب ودفعتهم وما شاء الله صاروا أثرياء بجهودهم. ما لازم نحبس الموهبة يا أبو نغم ولا كنوز هذا البلد. مش قمر أنا أحترمك وقدرك. أنت منحتيني رقة وحنان يمكن يحسبني عليها العالم وهذا يكفي تساعدك. أنت ريدك حتى تتذكرني. مستحيل أنساكم. صدقيني راح أتذكركم واحد واحد. صدقني ما ينساها مع أنه غير مغزى واحد وأنا حتى تبى ترد عندي أنت كيف. سلامة عمش قمر. أنا أعرف مقدار المحبة والاهتمام اللي تحمله العيدية لكن عمر العواطف ما تنقاس بالماديات والذهب. أجمل رموز المودة الوردة. لأن ما تريدين تتفهمين وضعي. صدقيني إحنا مختلفين على هواي أشياء. أريد أهرب من نتائجها. أريدك خليني أتجاوز ظروفنا. قلوبنا عواطفنا ومشاعرنا لا تنسين حمدي. حمدي كان رجل حقيقي ومناسب إليك. محبك سأشعر بالحزن أحس بالدم. حمد من النبوة أحس خسرت أجمل أيام طفولتي. حتى من مات مات مقدومة. كان والدي المرحوم شيل على كتف شيلني على كتف ثاني. بعدنا البعض من صغر كبرنا بس أهلي صاروا شيء وأهلي شيء ثاني. يوم صحيح سأب سنك حتبني ابنته هواي اشياء كان لها مكان كبير في حياتي. زوجوني مره اثنين كرهته يمكن ما كان هو السبب تحسيت بخسارتي. أفتقده هواي. اشتري ريحة الديار بحبه هواي.
مراري وروح شداوي جرح جرحين شومية جرح مجروح بعد عني يا ابن الناس خليني بمراري وروح شداوي جرح جرحين شومية جرح مجروح يا نجيت انت اشجابك الدنيا ما تحمل مراري لا ترهب وياي بعد عني يا ابن الناس خليني بمراري وروح شداوي جرح جرحين شومية جرح مجروح
Thank you.